بسم الله الرحمن الرحيم. من السرير نعمة، من السرير اهو، السرير اهو، المخدة اهو، من بيتنا وبكرامتنا، والحمد لله الحمد لله شغالين بكرامتنا يا باشا. محدش يقول لنا كلمة كده ولا كده. Alright guys، الحلقة دي هتبقى مش سهلة. اللي inspired me ليها كم حاجة اتقالت كده. حد من الصحافة يقول لي بصي امريكا عملت فينا ايه، انا جاي اقول لك بقى تلعب معاهم ازاي، انا جاي اقول لك تلعب معاهم ازاي. فتستحمل ان انا هبقى بطيئه شويه في التعبير، ولما ببص كده انا ببص على الطبيعه عشان بتساعدني بتلهمني، فانا ما ببصش على حد والله، مفيش حد بيغشش، عشان انا عارف ان انتوا بتحبوا تحللوا المشهد، بقالنا كتير ما اتكلمناش، يعني استحملوا كده. خلينا نخش على طول في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، فكر بعقلية الساحرة. انا حتى النهاردة حاطه لك مكياج اوفر وكحل وبتاع ومش عارفة ايه، وجايبه لك مخدات بتلمع بترتر، وكنت جايبه لك والله مصباح علاء الدين سليمان، مصباح سليمان هو ده اللي مطلوب، واستحمل الاداء لان انا وحشني الاداء. فكر بعقلية السحر والشعوذة والجن اللي بيركب جسم حد معين يستخدمه ولما يخلص المصلحة يرميه. فكر بالعقلية دي. ما انا لازم اديك الحاجات الاولانية دي عشان تعرف انت تستخدمها ازاي يا ابن بلدي. انا بتكلم الناس دلوقتي، انا بتكلم كله اللي بتكلم، انا بتكلم كله، بس خاصة لان انا غالي عليا قوي ان اشوف رجالتنا متضايقة من اللي امريكا بتعمله، واحنا عايزين نتعامل معهم بنفس السلاح. صح؟ ده كاري يا حبيبي، كاري وانا قاعدة فيه بقالي كتير، وبلوزة دي خنقاني قوي، استنوا بقى عشان افك الزرار مش قادره. احتشام على فكره بيحرر. مفيش حاجه محتشمه يعني ما تحررش؟ لا انا مش متعوده ان حاجه تعمل رقبتي كده. بصوا انا بدات اعرق، استنوا يا جدعان، في زرارين بس محتاجه افكهم. هدلكم مستربعه ورجلي اليمين لسه ما عملتش فيها عمليه، وربنا يستر. ايه ما تبص، عشان احنا عايزين نقعد مرتاحين ونتكلم واحنا مرتاحين. ما يخلوناش نتكلم واحنا مش مرتاحين. اهم حاجة قعدتك. اهم حر، اهم حاجة قعدتك. استنى ما اوريكم المنظر الاول عشان خاطر تفهموا انا ببص ايه كتير، ومحدش يفتكر ان انا مخاوية بجد. اهو بسم الله ما شاء الله، اهو شمس وهوا ومية وحاجات يعني كائنات بتسبح كده وحلوة، فعايشة في ملكوت ربنا جميلة جدا. مش هنقول كلام خارج خالص، يعني كل ولادكم موجودين، عشان كده حتى ما حطيتش 18 بلس. فاستنوا بس ان انا ابدا الحلقه، بس افك البلوزه. شيت، الستايلست جابت لي بلوزه ضيقه قوي. لا اصل مش ينفعش تعمل رقبتي كده، انا ممكن احط سكارف على رقبتي بعد كده عشان صدري ما يبانش، بس مش كده، حرام عليك يا شيخ، انا رقيش ودنيل. لا والله ما اقدر. لا انا مش بتاعت الرابطه القمطه الكبيره دي، ما اقدرش عليها، ما اقدر، هضطر اقلع، هقطع اللي بصوا الزرار اهو، اقطعه مصحف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا جدعان حر، قطعتها. اوف، الله اكبر، ده المحجبات دول لهم مش هيخشوا جنه، هيتحدفوا على الجنه، بس المهم اخلاقنا تبقى حلوه. المهم نرجع للموضوع. مساء الفل والهنا والسرور يا مدام عزه. نخش بقى نرجع للموضوع بتاع الشعوذه والحاجات اللي هم امريكا عايزه مننا ايه ومن سرايرنا. طول ما سريرك مش مثمر انت حلو، انت امان. قعدت الشعراوي كده. فاحنا هي كانت راكبه امريكا، هي مش مين امريكا بقى، ما احنا لازم نعرف مين امريكا، عشان احنا بقى لنا فتره بنتعامل مع حد احنا مش عارفينه. والله كلام في سرك كده، الشخص اللي احنا بنتعامل معاه كانوا قايلين ان هو حاجه وطلع حاجه تانيه. لا انا مش هينفع معايا يا جماعه اللي انا فيه، الحر اشتغل في فلوريدا ومش هينفع خالص معايا، انتوا لازم تستحملوا. ايه شغل الفلاحين ده؟ مش قادره، حرانه ومش حرانه يا جدعان، مش قادره. اوف، طب الشتا كان حلو والجلوبال وورمنج كان حلو، وكانت فرنسا مقعده، كانت فرنسا قاعده متبته على الراجل العجوز عشان خاطر يطلع كده بعد ومشوا ترامب ليه. نخش نرتب الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رتبي بقى، وعيب بقى، بطل هزار بقى، عيب الناس عايز تستفيد، بس هم بيحبوا يضحكوا. طب بص لهم بس، سيبك من الطبيعه، بص لهم. مش عارف الطبيعه حلوه، بس انا بقالي الاسبوعين اللي فات قاعده مع الطبيعه، ايه حب وغرام وانتقام الافيال. لو الطبيعه راجل اتجوزه نعمه، ما اكتب عليه بكره.
أترينا كنا بنتعامل مع واحد احنا مش عارفين هو مين. هما كانوا هما مين؟ جايلكم بالكلام بقى وجايلكم بآيات وجايلكم بحاجات حلوة. هما كانوا راكبين أمريكا، كانوا قاعدين جوه أمريكا، دي أمريكا مسكينة يا عين عادي، هما كانوا جواها بقى، هو ده الجسد اللي هما كانوا راكبينه عشان يعملوا منه مصالح. كم سنة؟ 200-250 سنة كده نعمل المصلحة، والمصلحة بتنتهي دلوقتي اليومين دول. أه؟ كلام في سر، اليومين دول المصالح بتخلص مع الراجل العجوز العقربة اللي جاينا ده. ده هيكل يابا، ده هيكل من هياكل اللي بيحاولوا يرجعوها تاني. اه الجماعة اياهم اللي قاعدين على الترابيزة المدورة دي انا عارفة ان نشأت هيقول لي اللي فتحنا في الامم المتحدة، هي الامم الشيطانية مش المتحدة. ويلا يا فيديو اقفل بقى واقفل الفيسبوك بتاعي. دي كده ايه؟ دي الام الاساسية للشيطان والدجال والناس اللي هي بتعمل حاجات وحشة كده، بتركب حسب البلد اللي عايزة تركبها. اليومين دول بتطلع بقى من امريكا من الجسد ده، عشان خلاص احنا خدنا فيك كده، عشان خاطر الناس دلوقتي بيقولوا ما امريكا هي اللي عامله. لا هم بيضحوا بيها، لان هو ده مش هتفرق معاهم امريكا، ولا هتفرق معاهم ايطاليا، ولا هتفرق معاهم فرنسا، ولا هتفرق معاهم اي حته في الدوله الاساسيه. مش مفروق، مش فارقه، هي كانت هيلمان كده محطوط وخده، هنعيشكم في عز وغرام شويه، هنعيش كل واحد في ما يسمى حريه تعبير، ولا طلع حريه تعبير ولا حقوق انسان ولا زفت. انا جاي لي فاتوره، ان انا جاي لي فاتوره والمصحف الشريف ده من المستشفى انا ما رحتهاش، انت جايبه لي ليه؟ ومحدش عالجني ولا حد عمل لي حاجه. جاي ده رجلي لسه ما اعرفش ايه اللي فيها، ايه النصيبه اللي في رجلي دلوقتي، الا مش ما اعرفش اي حاجه في اي حته، وماشيه بالعلاج الطبيعي كده مع ربنا والقران الكريم وسوره ياسين ويلا صباح الفل. تمام. فانت بتيجي لما يقولك يقولوا لك حريه التعبير وحريه باكستان وحقوق الانسان والحاجات دي، عشان هم هيمسكوك في حقوق الانسان جامد وهيقعدوا يضربوا فيك قوي، وحريه التعبير هيقعدوا يعني ده شغلهم، عشان نعمل انقلاب ولا نهيج تاني وننزل ونعمل ثوره والشباب يعني فاهم اللي هو اطلع اشتم في الرئيس زي ما انت عايز، او اطلع يعني ده اضرب فيه، اضرب في الدوله، اضرب في الرجاله، اضربوا في بعض كلكم، لازم تضربوا بعض بزياده. ما هدف حريه التعبير انك تقعدوا تضربوا في بعض، فانت بتستخدمها عشان تاذي نفسك. يعني السلاح اللي هم بيدوهولك دلوقتي، هم بيدوا لبعض الناس اسلحه، في ناس اتبسطت قالت احنا مكبوتين، وما كانوش بيخلونا نتكلم وافواه مغلقه والكلام المنيب 60 دي، ولا كانت مغلقه ولا حاجه، ما انا كنت في الميديا في مصر، هي بس ما تعمموش، ما تجيبوش السلبي، ما تسودوش الليله في وش الناس، وما تعرضوش جمهور التعريض ده والميديا المعرضه اللي بتطلع تعرض طول ما هي قاعده 24 ساعه. في ال 24 ساعه انت بتكبر شان ده يابا، انت بتاذي نفسك وبتاذي بلدك وبتاذي دولتك، ولا في التهم ولا تنيلتهم، وما تزعلوش مني. ما وزير الخارجيه قال، والله اعلم هو قالها ولا لا، انا قراتها في حته يعني، قال لك الاعلام اللي عندنا مش جاهز، مش جاهز للاعلام الخارجي بيعمله، الاعلام المضاد بيعمله، والاعلام المضاد اللي هو كان فين؟ اللي كان في تركيا، وتركيا عملت تايم اوت هنبطل لعب 3 شهور. نعم عيب قوي المسرحيه اللي احنا عايشين فيها دي، احنا ارقى من كده وانضف من كده، والناس عندنا مخ يعني مش بهايب. المهم فهي دلوقتي بتطلع بقى السلطه واحده واحده، سيكا 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 كده، بتطلع العفريت بتاعها الحلو الجميل ده من قلب ايه؟ من قلب الارض اللي اسمها امريكا، من قلب الارض اللي اسمها امريكا، من قلب البيت الابيض والكلام ده كله، الناس دي كلها، عشان تدخلها في بوتقه الامم المتحده. هي بتقوى، انتوا لو خدتوا بالكم، ما خدتوش بالكم قصدي، ان الامم المتحده بقى كتير عماله تقوى تقوى تقوى، وكورونا حصلت عشان هي تقوى، والصين اصلا 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 ما عندهاش اكل، ما عندهاش المام، فاللعبه الحلوه عماله تلعب عشان خاطر المحصول بتاعها راح من زمان ومحدش بيتكلم. سم بوكمون، اه مفيش سم بوكمون، عمي فهم لا يفقهون، سبحان الله، ربنا قايلها في القران الكريم وانتوا مفيش فايده. لما نرجع للقران الكريم بقى، سوره ياسين اللي انا ابسست بيها لرضي، بقراها كل يوم كذا مره، وكل مره بسبب، كل مره الحمد لله الواحد بيقراها السبب والاسباب بتتحقق. يعني الاسباب اللي فاتت كانت عشان علاج امي، ومره عشان عمرو طفل صغنن كده ابن اخته شاب جميل حلوه في نفسه، ومره تانية بنقراها عشان العلم. ربنا قال لنا في القران الكريم ايه؟ ودي حاجه بقى انت يا اعلام يا مصري امسكها والعب بيها، خدها مني، خدها من اختك والعب بيها، ها؟ عشان انت لازم تضرب تلعبهم بنفس الطريقه، ما تسكتش، مش تقعد تطلع عفاريتهم علينا احنا، لا احنا نطلع عفاريتهم عليهم هم، ونستخدم حريه التعبير. مش انت عايز حريه التعبير؟ هنتكلم معاك بحريه التعبير زي ما انت. انا عايز افهم بقى الاشجار اللي عماله تتحرق في كل حته دي بتتحرق ليه؟ لازم تثقف نفسك يا اعلام، اه لازم تجيب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ولازم تثقف نفسك بالدين.
احنا دلوقتي القرآن ما بنستخدموش كمرجع سياسي او كمرجع تاريخي او كرئيس تحرير. حتى الشاب رئيس التحرير اللي بعت لي ده على عيني وراسي، انا ما اعرفش اقول اسمك ولا لا، فانا لسه ما استأذنتوش، بس اكيد هيتفرج عليا دلوقتي، مش غرورا، هو عشان هو يعني قايل لي انا عايز انشر حاجه. المرجع ده حلو والله، المرجع ده حتى لو انت ما بتركعهاش بعد الشر عليك من كده، بس المرجع ده حلو. ربنا بيقول بقى ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سوره ياسين: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. تمام، مترجمه نفسها الايه دي، الايه دي مش محتاجه يعني فاهم فقيه باللغه العربيه عشان يفهم ايه اللي بيحصل. هما دلوقتي للاسف من حظهم الحلو، حظنا احنا الحلو حظهم الوحش، خدهم الغرور والكبرياء وخدتهم العظمه وخدتهم جلاله استغفر الله الشيطان، والشيطان هيطلع لسانه بعد كده يقول لهم انا مالي، انا مش وانا انتوا كفرتوا لنفسكم، وافتكروا ان صفقه الاخضر، خلي بالك صفقه القرن حاجه وصفقه الاخضر حاجه تانية، وكلهم بيصبوا لبعض. يعني انا بحاول قد ما اقدر ما ازيش نفسي، فانت ساعدني فهمني، ساعدني انك تفهم. افتكروا ان صفقه الاخضر دي هتغنيهم عن الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، هتغنيهم عن طبيعه ربنا. فبيعملوا ايه بقى دلوقتي؟ هنا في فلوريدا بقى، ما انا عايشه جوه بق الاسد، يقول لك ايه، احنا الشمس في فلوريدا ما شاء الله 24 ساعه داخله في مطارحنا في كل حته، نقول لك انت مش هتدفع ولا نكله في الكهرباء، الكهرباء احنا بندفعها في الشهر يجي $1,000 ولا حاجه. واقلب لغز اللي اسمه ايه ده، للطاقه الشمسيه الطبيعيه بقى اللي بيحطوها فوق البيوت دي، هي هتقعد فتره. واقلب للطاقه الطبيعيه دي وسيبك من الكهرباء ومش هتدفع كتير. طب ايه المصلحه؟ عمر امريكا قدمت حاجه ببلاش؟ طب ما هو ماشي بوش ترامب ليه؟ ما ترامب سحب نفسه من لعبه فرنسا بتاعه جلوبال وورمنج، ما فرنسا كانت قائده في الموضوع ده. فرنسا يا لهوي يا لهوي على ايات ربنا اللي هتنزل في فرنسا. استنوا عليا، ده انا في كتاب كنت جايبه لكم يا اولاد، انا عايزاكم تقروه، انا جايبه لكم كذا كتاب، انا عارف هيستوريز اوف ذا كروسيدز، يعني ده بس ده من دار ده من معمول في كاليفورنيا، يعني هم الاجانب بيقولوا ايه على ايام الحروب الصليبيه، ما هو لازم كله هيدخل في بعض. والسؤال الحال مصطفى محمود وعمر بن الخطاب طبعا، لانه احنا لازم نرجع لعصر عمر بن الخطاب، مش محدش يقعد يقول لي بقى خلافه ويقول لي داعش وداعش صح، عشان دي حلقه ثالثه خالص متنيه ب60 نيله لازم نرجع لها. هرس وده انا هبدا منين ولا منين، حتى الواحد دخل كل حاجه ببعض من كتر ما المواضيع كتير قوي. نرجع بس، هما شالوا ترامب ليه؟ ترامب كان عايز ينقذ امريكا، ينقذ الحته الصغننه الحلوه دي، الارض الغلبانه اللي ملهاش دعوه باي حاجه. هو قال صحيح، هو قال يولعوا كلهم بجاز وسخ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا اسفه يا قران ان انا بقول كده وانت على حجري، يولعوا كلهم بجاز وسخ، وتولع السعوديه وتولع قطر وتولع على الاماكن دي، ومصر كلها بالنيل بتاعها، وتشبع ولا ما تشبع مش هتفرق، وانقلاب ما انقلاب اخوان موتوا بعض. بالعكس، ده احنا حتى فين اي حد عايزين نعذبه نحطه بره امريكا عشان يعذبوه. اولعوا كلكم، انا هاخد فلوسكم، هاخد فلوس بترولكم، مال قارون اللي اتغر ده وقال لك انا مش فلوسي مش هتروح. انت لازم تبقى قاري التاريخ وقاري القران الكريم عشان تعرف حصل ايه في قارون. احنا العرب دو، مش احنا، استغفر الله، الجماعه بتوع الخليج، مال قارون قعدوا يلعبوا بيه لعب وحش لغايه ما جه الراجل الابيض عمل بيبيع عليهم وخد منهم فلوسهم. وما تزعلوش مني يا ولي العهد، انت بوظت الدنيا خالص، انت 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 حتى ده مكه والمدينه كنت عايز تفرط فيها يا اخي، لولا ملائكه ربنا اللي حارسينها ويفضلوا حارسينها. ده انتوا عملتوا حاجات مجازر، وان شاء الله ربنا يستر، لو كتب لي ان انا اتقتل هبقى شهيده، افتكروه، وانا هبقى سعيده جدا، بس لو هتجوز يبقى استنى شويه. فكان عايز يحفظ ما تبقى من المصباح السحري بتاعه، عشان فهم اللقطه السوداء اللي هم كلهم كانوا عمالين يتجمعوا عشان يعملوها الاخوه الايه، حزب الشيطان. حزب الشيطان متجمعين، ما هم ليه اسمهم حزب الشيطان؟ لان هم حرفيا على عهد مع ابليس، هم مش مسمينه ابليس بقى، ومش فاكرينه حد حلو، فاكرينه حد نازل من السماء ظلما، يا عيني ما كان المفروض هو الولايه كلي، لان هو فوق الانسان، الانسان من ميه وطين وحمام حيوان منوي. طب اشمعنى حقوق الانسان ما بيقولكش حاجه على الختان؟
ولا حقوق الانسان ما بي... بالعكس ولا حقوق الانسان ما بيقولكش حاجه على الشواذ وان انت لازم تمارس الجنس بالطريقه الطبيعيه عشان تجيب اطفال. ما هو لازم سريرك يكون بايظ عشان وحيواناتك المنويه تموت وهي طالعه لمؤاخذة. اه ما هتموت بالاكل الوحش اللي هم بيحطوه لك والفاكهه اللي فيها تسممات. الله اكبر. امال احنا بنقول لك ليه بقى نقرا قران ونقرا ونسمي على الاكل عشان ربنا يبطل الحاجات الوحشه اللي هم حاطينها في اكلها ده وبيجيبوها ويقول لك بص وجايبين لك بيل جيتس والنعمه بالحقنه قاعد يعني هو مدينا كانه رفعنا سبعه في النص المؤاخذه مدينا بيل جيتس وهو ماسك شجره كده نبي فكنت فاكره اسمها شجره انهي شجره بالذات يعني وانا بذاكر بقى. المهم المشهد كان كده وماسك حقنه ويقول لك احنا ممكن نحقن الحاجات دي ممكن نحقنها والثمره تكبر اكبر اكتر من الخلقه الطبيعيه بتاعه ربنا. اه طبعا هو مفيش ربنا ولا اي حاجه لان هم دول حزب الشيطان هم زعلانين من ربنا اللي هو ربنا المعترف بيه يعني المعترف بيه كل مله. خلي بالك احنا مش دلوقتي مش بنوجه ناس معينه عشان في ناس بتقول لي اسمعوا الحته دي الحته دي يعني تضحك وانا بجهز النهارده عشان اكلم حضراتكم. كنت خلصت صلاة الظهر وقرأت سورة ياسين وبعدين الآية دي بالذات كذا آية في آخر السورة وهطلب منكم هديكم رشدة حلوة قوي تستخدموها عشان خاطر المعجزات تحصل. كذا آية في آخر السورة كانت بتشدني جدا بس أنا لما سألت ربنا إن هو يديني معلومة علمية وضحت أكتر في دماغي وضحت أكتر في دماغي وجات لي في نفسه وأنا بقرأ نفس الآية دي جالي مشهد التايمز ماجازين وهو حاطط في بداية 2020 و2021 أسفة وهو حاطط بتاعة قمار عليها كم رمز من إحدى الرموز كانت الشجر الأخضر وهو بتحرق الأمازون فورست الشجر الأخضر اللي في كل حتة ده احنا ينسيبه ديكور يا يعني في مصر كان الرئيس عامل لنا انا هتجنن عامل اللي هو الدار مصر والحاجات الحلوه دي اللي هي الكومباوندات اللي ممكن بدل العشوائيات ما هم كانوا عايزين يصوروا عشوائيات عشان يقول لك مصر وضحوق انسان ومبهدلين الناس. الناس راحت سكنت طلعت الشجر من هنا وبعته يا نهار اسود يا ابني ازرع يا ابني ازرع بعد كده اللقطه هتبقى بح مش هتلاقي المام الحرب على المام والمي. المهم فهم حرقوا لو خدتوا بالكم برضو واحنا في لقطه كورونا الاعلاميه والاعلانيه خلي بالك احنا في الموجه الثالثه دلوقتي ومحدش بيتكلم انت لازم تقول لنفسك محدش بيتكلم ليه والاعلام ساكت ليه ما بيهللش زي الاول فاهم خد بالك هما كانوا ساعتها بيعملوا ايه بقى كانوا عمالين شغلنا في الرعب والذعر والهلهل واحنا يا عيني بنعمل بيبيع على روحنا لولا المصريين كده خدوها بضحك سيكا في الاخر يعني بعد شويه قالوا لنا بقول لك المصريين عندهم ايه عندنا ايمان فطري بس محتاجين نقوي شويه انه يا عم رب بكره رب هنا رب هناك اللي هيحصل اللي مكتوب لنا هنشوفه وخلاص ورزقك على يعني الجو بتاع ايه مسلمينها شويه كده حلوه قوي اكتر من الباقي بيبقى قاعد مش مسلم مذعور. انا بشوف الناس دلوقتي لابسه ملط وقاعدين جنب بعض في البار بس حاطين لي كمامه. نعم ما انت قاعد ملطه اولا وبتلمس وبتبوس وبتقفش لمؤاخذه بتنط وبتعمل حاجات قله ادب جامده وحاطط كمامه ليه طيب؟ يعني مالهاش لازم. ففي اللقطه الاعلانيه دي كان فيه وبيطلعوها بس احنا ما خدناش بالنا ومش عايزين ناخد بالنا عشان احنا كنا بناخد بالنا من ايه؟ كنا بناخد بالنا من معلش مع احترامي من مهرجان الجونة وأمبوليتك فإن نعمة ربنا بحدث وأنا ما قلتش ما تعملش فنون ما قلتش إن أنت ما تجيبش أخبار الممثلين والحاجات دي بس تجيب الأخبار اللي بص هقول لك مثلا كان صاحبة السعادة مستضيفة مين؟ أحمد حلمي وبيتكلم عن منى زكي لما كان رايح يخطبها وباباها طلب منه اتقابلوا في أماكن عامة هدول ستارز وفي الوسط ويعني يقول لك الوسط بيشربوا ويقلوا ادابهم والكلام ده كله بس المعلومه اللي طلعها لنا ان كان في
يعني وهم بيقعدوا ما بيقعدوش لوحدهم في خلوه شقه ما اعرفش ايه مكنه ما اعرفش فين، يروحوا ينطوا في الساحل ولا في السخنه والحاجات اياها دي. ما عملوش كده. ده اللي حاجه اللي نتشرف اللي احنا ايه. احب ان اسمع قصه احمد زكي ومنى زكي، ولا احمد ايه حلمي ومنى زكي وهم بيتجوزوا باحترام. ده احب الكلام ده. قعد سنه بحالها على عهد مع ابوها، اقعدوا سنه بحالها وشوفوا هنعمل. بس السنه دي تتقابلوا في وسط شلل او في وسط الناس، يجي لها البكه في وسط الناس، ما تقعدوش لوحديكم. الراجل محترم، ابوها محترم. دي تمام، كملوا الشغل الحلو ده. ما احنا هنتعلم مصر منين غير من الفن والفنانين والموسيقى والغنى والبتاع. كل واحد نجم في نفسه، كل واحد عايز يبقى نجم مجتمع. يا اخي خليك عند ربنا نجم يا اخي. يا اخي اتقي الله يا اخي، اتقي الله. شتشيلي بيخوان ولا ايه؟ ده منظر اخوان. ده من واحد من شويه ماما بتقول لي واحد قريبها بيقول لها حاطين صوره مي مع صوره واحده يهوديه وبيقولوا ان مي يهوديه. وانا قعدت ادفع عنها. ما تضيعش وقتك في الهلهله والسرسره والكلام ده كله. يهوديه ازاي وماسكه القران الكريم؟ يلا انت تهطل. بسم الله الرحمن الرحيم. خد بالك، فانا مش عايزه هطل، احبش الهطل ابدا. احب الناس الذكيه، هطل لا. تقوم انت يا اعلام تعمل ايه بقى؟ بدل ما تقعد تزعل وتحس بالكسره. وبصي امريكا عملت فينا ايه؟ اولا مش امريكا اللي عملت فيك كده، ده الشله اياه عشان نخلص من اللقطه دي كلها. زي برضو اللي يقعد يقول لك بص مصر عملت فينا ايه. مش مصر، لو حد فاسد في مصر دي مش معناه ان مصر كلها كده. بص الراجل المجرم اللي اغتصب ولا اتحرش بالطفله الصغيره دي، كلهم مجرمين وفي مجرمين كتير حوالين. لا مش مصر اللي مجرمين، لو واحد مجرم مش كله مجرم، ولا لو واحد وحش مش كله وحوش، مش احنا كلنا وحوش، احنا زي الفل اهو. ما نعممش، دي كانت غلطه انا بعملها كتير، ما نقعدش نعمم. ده جهل وغباء وقله حيله وكسل ومش هيخلينا نفهم يعني ايه العدو الصريح اللي احنا لازم نعرف نتعامل معاه. ما نعملش اللقطه دي. فهو كان عايز ياخد جنب بامريكا وينفذ بجلده وياخد البلد تحت باطه كده ويعمر فيها ويكبر فيها ويعمل حاجات حلوه كده للبلد. فعلا هو في دماغه يعمل حاجات حلوه. الناس اللي كانت فاكراني متضايقه من ترامب، انا متضايقه منه. كمؤمنه متضايقه منه على حاجات كتير عملها في الشرق الاوسط. بس في نفس الوقت كل رئيس امريكي دخل بهدل ام الشرق الاوسط، واحنا لا مؤاخذه فاتحين دراعات موافقين. احنا كنا موافقين وما زلنا موافقين. الناس دلوقتي بتسلم واحنا في مصر بنعمل ايه؟ بنطلع كل يوم قانون غريب جديد كده، يطلع لي واحد معرض يقول لك نعمل الجواز المؤقت. عيب عليكم، عيب. ده مفيش لجنه توقف الكلام ده، تتقلعوا بلبوص في ميدان عام. والله الادب مش هيمشي مع الناس دي، مش هينفع الادب. انت لو راجل مؤدب حسب، انا بكلم راجل مؤدب اتعامل معاه بادب، راجل مهزق اهزقه. انت مهزق. فقالوا له امشي بقى خلاص، ادام انت مش هتلعب معانا في اللعبه دي وتسحب امريكا من الامم المتحده وتسحب امريكا من منظمه الصحه العالميه، اي حاجه مدوره، اي ترابيزه مدوره خلي بالك منها، بتبقى فيها حاجات قلق. يعني معظمهم مش كله. انا قعدت على ترابيزات مدوره في مصر بس كانوا مصريين وبيحبوا مصر، كانوا عندهم ولاء لمصر. هو بس استخدم الترابيزه المدوره دي ان احنا ايكوال كلنا، ودي حاجه حلوه. ده الصح، ده اللي المفروض يبقى صح. لان الجماعه اللي بيقعدوا على ترابيزات مدوره دي بيتشبهوا بالملائكه، بيتشبهوا بالاخلاق الحسنه. حزب الشيطان، انت متخيل ان حزب الشيطان هيبقى شكله عامل ازاي؟ بقرون واحمر؟ بالعكس، ده هيتعامل معاك كشيخ وهيقول لك اتعامل بدينك، واللي اتحجب تتحجب، واللي مش عارف ايه، وازاي تختن، وازاي تعمل، وازاي الناس مش عارفه تتكلم براحتها، وازاي الناس مش عارف. يا لهوي، هيقول لك كل الحاجه حلوه ويطلع لنا احنا الكروتات وحشين، وهيطلع اهلك واللي جابوك وبلدك كلها وحشه، وانت اللي عايش في فساد، وانت اللي وحش، وانت اللي عندك الفرعون موسى وفرعون عيسى وفرعون معرفش مين، وانت اللي عمال تكفر بالدنيا، وانت اللي ارهابي، وانت اللي وحش. يا نهار اسود. وهيديك قوانين والناس مش بقى. البت ترجع من مصر عايزه تصلي في الجامع يقولوا لها اطلعي. ده فضيحه، دي
ده فضيحة والله العظيم. مش يا جماعة، ميزوا ميزوا، مش كل الناس اللي بتقعد في الجوامع ولا بتروح تصلي في جامعة تبقى من أحزاب وحشة. يا نهار أسود ومناية، ده كده الإرهاب هيزيد. أحيدة في مصايب سودة كده، مينفعش. خلينا بقى إيه نقول لك آية تانية جميلة، هما بيقولوها لنا وبيطلعوا لسانهم، بس بيقولوها باسم حقوق الإنسان. رسود عليا على فين just. بص هقول لك حاجه، في منظمات كده بتقعد تجيب بكسات واكل وتتبرع وتودي اكل ما يسمى بالامم الناميه ولا الدول الناميه، وتستقطب جماعات organizations دينية عشان قدر يدوا البكسات ببلاش وربنا وايه والكلام ده. اي organization ما تبقى عندها مدير وبتعمل فلوس والكلام ده كله، دول مش بيستخدموا الوجه الله. عشان الشاب اللي بيقول لي لو ده لو الشيخ ده كلامه صح يبقى داعش مش ارهابي، لا يا حبيبي. بص اي حاجة هتمشي بالعنف ربنا ما قالها لك في سورة البقرة كذا آية، اللي قاتلوك اللي هيجوا هيتعدوا عليك دافع. لكن ان انت تقعد تقول دي الخلافة ودي الاراضي المخلفة، وانت بصباح الفل. طب ما امريكا كانت دولة مسلمة في الاول ايام النيتيف امريكانز، سابلها ليه يا اخي؟ سابلها ليه وشبطانين في الشرق الاوسط؟ ما تيجوا تأسلموا الناس هنا، اعملوا الدعوة بتاعتكم هنا، تعالى يا سيستر ويا برازر هنا كده واعمل اللقطة بتاعتك. ولا هي امريكا مأجراك عشان ايه تعمل خراب هناك؟ عشان الاونس العسل اللي في ليبيا ب$600 الاونس، عشان ناخد الخيرات بقى ونستخدمها احنا علية القوم، الامم المتحدة، منظمة الصحة، على الحاجات المدورة دي. ربنا بيقول لك بقى والله العظيم احنا مقصرين مع نفسنا قوي، وكله بيقولها. ده مريم امبارح، مريم الست اللي هي بتطلع في لبنان دي، انا ما اعرفش اي حاجه عنها بس كنت بتفرج لها على حاجه كده، وحتى دي حتى دي سبحان الله قالت لك العرب لا يقرؤون وان قرأوا لا يفقهون وان فقهوا ولا فهموا لا يعملون. وده حقيقي، بس احنا مش عرب عشان انا مش جمال عبد الناصر، معلش عرب بقى انتوا وديتونا في الحيطه، انتوا لما احنا مصريين بقى خلينا بقى ايه يطلع من عندنا بقى العزيز والناس الحلوه دي تنضف اللقطه عشان احنا تعبنا، ولا من اجيالنا من ذريتنا اللي هو سرايرنا مش عارفين نجيب عيال دلوقتي، هيبقى في مشاكل في الخلفه بعد كده من الحاجات اللي هناكلها ومن الفاكسينات اللي هناخدها، عشان محمد ما يجيبش محمد، عشان الخرسيتي ما تجيبش مريم ومحمد ويكبروا، ولا يا عمر ويبقى ايه الفاروق اللي جاي، عشان عمر يجي له كورونا ولا دور برد، طفل طفل لسه. لا مش هيمشي معايا الكلام ده، على جثتي بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل قمص كل سورة سبحان الله في 114 سورة ربنا بيقولها لنا واحنا بنقراها ومش بنفهم، ولو فهمناها مش هننفذ، بنقرا بس ونتخانق مع بعض في حلقات الذكر ونقعد بقى نكفر في بعض، وانت مش حاطه بتاع راسك وانت ويعني حاجات سيئه ولا عايزين نفهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. أصلها يوم بأنهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يكسبون. حرية التعبير شغالة لسه، قوانين حرية التعبير لسه شغالة. هي البتاعة دي اتقطعت ليه؟ الله أكبر، هي اتقطعت ليه؟
وربنا قال لك هيديهم مهله هيمدلهم تكسبون يعني كل الحاجات اللي بياخدوها الغاز الطبيعي من مصر. وقال لك اقعدي يا اسمك ايه اقعدي يا تركيا يلا قولي لهم احنا نهدي اللعبه شويه عشان نعمل معاهم صفقه جديده عشان السيسي واضح ان السيسي قرفهم. نعم الراجل ده محترم انتوا مش فاهمين لسه. ناخد الميه من هنا نوقف الكهرباء من هنا نحرق الشجر من هنا نعطل ارحام النساء من هنا نكفر العيال الصغيره على التيك توك من هنا نخليهم يخشوا في الشذوذ ده كل لعب بنت اختي كلها الوان قوس قزح. انا كنت بحب قوس قزح قوي قلت لنفسي والمصحف بلبسه تاني يا اسود. كل اللي حوالينا دلوقتي كله يا امي الله اكبر الله اكبر. الراجل يا اختي بقوله انت عملت ضوافرك فين؟ قول لي عشان خاطر عايز اروح اعمل ضوافري نفسي باريكير بتاعك ده ولا المانيكير ده. انا عايز اروح اعمل مانيكير زي كله قصقصح يا امي. مفيش خطر منهم علينا دول. انا عاجل لو قعدت لهم ملط مش هيجرى لي حاجه. وهنجيب عيال ازاي طول ما الشذوذ الجنسي كبير؟ ده قوم لوط يا جدعان ده احنا هنشوف والله. ده اصل النهايه قربت قوي قوي او ايات ربك جايه ليه؟ لانه الفحشاء انواع الفحشاء المختلفه اللي بتحصل دي مش هيسكت عليهم بقى. وهقول لك اهو هقول لك الدليل الحقيقي اهو في القران المصدر الاساسي اللي تستخدمه في القران. لو هم زعلانين منك انك بتستخدم القران افهموا انت كده في السر مع نفسك عشان احنا احتمال بعد الشر نرجع لايام السر تاني. رجلي باظت استنوا بقى عشان خاطر دي الرجل البايظه اللي كان المفروض اعمل عليها عمليه. تصدقوا باظت بزياده مؤاخذه يا جماعه. افهموا انت اقعد افهمه كمصدر مش لازم تتكلم بيه عشان محدش ايه يخاف منك او يبعدك ويقطع بعد الشر قطع الرزق ده بتاع ربنا او بايد الله. مفيش حاجه اسمها رزق هيتقطع وده ولي نعمتي ومش ولي نعم. اول ما تقول الكلمه دي تقطع لسانك وتستغفر في ساعتها. مفيش حاجه اسمها ولي نعمتك هو الله. مفيش متقعدش تعرض لحد عشان اكلك ومامك. ما انا قاعده الله اكبر بشرفي وكرامتي في بيتي زي البرنسة. الله اكبر. صحيح رجلي بايظه بس وهو وبنتكلم وبنسمع وعاملين زي الفل. مفيش حد فاهم مفيش حد يقدر يقول لنا اتكلمي وما تتكلميش. مش مدينا حريه التعبير في الانترنت وقاعدين اهو بنشتغل اهو زي الفل على سيريرنا. مش دي السراير اللي كانت لازم تظهر بنجاسه نطلعها بقى بمشهد تاني. فانت حريه التعبير بتاعتهم اللي هم عاملينها عشان يعبروا في افلامهم ونتفليكسهم والحاجات دي ان الشذوذ ده حاجه صح ويدوك ده. انا كان في واحد شاب مصري قابلته هتجنن عارف المعلومه دي منين؟ هو اصلا ملوش دعوه بالحاجات يعني علوم الجنسيه وعلوم الانسانيه. واحد مهندس هو مالك انت مالك انت بالعلوم الانسانيه؟ الراجل يا اختي جاله حب استطلاع انه يفهم ايه الشذوذ الجنسي ده ليه بيبقى متعه للرجاله؟ او يعني ايه المتعه في الجنس؟ مشكله اي راجل مصري مش متجوز. جوزوا الشباب جوزوهم ما ينفعش ان انتوا فيه ده حرام. الراجل شبابنا 30 سنه ومش متجوز والمصحف ما ينفعش. اجوزهم انا ما عنديش مشكله مش كلهم واحد بس وباقل امكانياته يتجوز لو عنده دين صاحب الدين بس شكرا مش عايزين اكتر من كده. فهم بيتكلموا كلام معسول وسم في عسل وكلام كله حرية إنسان وتعبير وخليها تلبس براحتها وخليها وكلام منهم عندهم حق فيه جدا. ما هو بالعقل يعني انت لما واحدة بتلبس عريان لما كنت بلبس انا عريان انت مالك انت مش ولي نعمتي ولا ولي ولا اي نيلة نصيبة مالكش فيه. ليه تحكم عليا بالحد وليه تعمل فيا وليه تعمل شغل الغجر والنور ده؟ شغل الغجر والنور ده كانوا بيعملوا امتى؟ ايام ايه العصور الوسطى في اوروبا.
هما مسميننا احنا غجر ونور. لا ده جاي من عندهم هما يا حبيبي، هما زرعوه لك في الميديا عشان انت اللي تعمل كده. انت لما تعمل على جوجل دلوقتي تبص على الدول اللي هي نورث افريكا، يقول لك البربيريانز الهمج النور جابوها في فيلم هارو امريكا، كان عادل امام لما جه امريكا. نوفل ابن عمه مراته الامريكيه بقى، الحق ابن هيز ذا باربيريان، ده مصري همجي ونوري. بالعكس ارقى دول العالم مصر. كانت البنت الفلسطينيه تقعد تقول لي يوسي انا بحقد عليك، انت ما انت عندك وطن، انا لا، وانتوا ارقى ناس، عندكم التاريخ وعندكم الثقافه وعندكم العلم وعندكم برستيج وعندكم 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 وعندكم. انت بصي لعيلتك، بصي جدك بشوات، عيله الزغوه كانوا ماسكين مصر في القضاء وفي التربيه والتعليم ايام الملك، بشوات حقيقيه. بصي تقدري تتكلمي فلاحه مره، تتكلمي برقيه، تعملي كل جايه تقول لك فرنسي ولا ما فرنسي. ده كان الفرنساوي اللي انتم بتتباهوا بيه، ده اكتر ناس نوريه واكتر ناس بتعمل مصايف في الستات واكتر ناس كانت بتريحتها مقرف، مفيش طهاره ونظافه ولا حاجه، مش عارفه بتتباهوا بيه ليه. جاتكم خيبه، منكم خيبه زي القرعه، تمدوا البر لغايه بصوا ودونا لفين. يا حسرة على العباد. شوف بقى، شوف ربك نفسه. انا الصورة دي يا جماعة انا obsessed بيها، I am obsessed بيها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. خلي بالك كل عصر ليه رسوله الى حد ما، بعد الانبياء وبعد الرسل اللي هي متوجهه رسمي من الرحمن، واخده اوامر صريحه ومباشره من سيدنا موسى، كان اوامر مباشره من الرحمن، ربنا كلمه جبل طور في سينا. عندنا يا اخويا انت فاكر لقطه سينا دي مش 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 راضيه، انت مش مدرك سينا دي. سينا دي اهميه، يا لهوي يا لهوي يا نهار اسود يا خرابي يا ام حسن، يا لهوي يا ام حسن على هيكل سليمان اللي محتاجين سينا بسببه يا ام حسن. يا اختي يا ام حسن لو عرفتي اللي فيها والنعمه ما كنت هتستهزئي باللي بيحصل يا ام حسن، ويخرجوا لنا مسلسل واحد بس غلبان بعد رأفت الهجان، مسلسل واحد بس السنه اللي فاتت يا فرحتي. المهم معلش اسمحوا لي ان انا لازم اعاتب، انتوا سبتوا الوضع سبتوه كتير يعني، ومش عايزين تتحركوا بسرعه، ودي حاجه مضايقاني قوي. ليه وزير الخارجيه يطلع يقول لك الاعلام بتاعنا مش جاهز؟ طب ما امال يجهز امتى؟ ما الموضوع عباره عن كاميرا، والواد اللي مستخبي في اسبانيا ده كاميرا وقاعد بيلطم لطمتين، ما حدش حد قال له بص قول كده، ايا كان هو شغال مع مين ولا تابع مين. والتاني اللي ما الله اعلم ايه نظامه المسخوط التاني ده، وكم واحد تاني قال لك، واحد منهم انا بتلعب بره تركيا، قالت له انت قاعد في بيتك يلا اقعد احمل، يلا اقعد زي النسوان في بيتك. قال لك هاجي امريكا، هروح امريكا اشوف حريه التعبير. تعالى يا حبيبي تعالى تعالى امريكا عشان انا عندي ليك اخبار حلوه قوي، او ما تيجي المطار انت هتتزبط. يا الله يا كريم. فكل زمن قبل ما ربنا بينزل جنوده من السماء زي ما حصل في ولاية تكساس، عشان بقى ينظف، بقى ينظف المؤاخذة الوسخة حصلت، عايزين ننظف عشان يدينا آية كده، الإعلام هيغطي على الآيات دي خلي بالك. بيبعت لهم حد، بيبعت لهم ناس فجأة تطلع تتكلم عربي، ناس تتوب فجأة، ناس تعمل مسلسل كله نظافة وطهارة وليه معلومة مهمة جدا، ومحدش ياخد باله من المعلومة الأساسية، ناس تفكر بشير ونذير بسلام من غير ما يكونوا ضمن أي حزب، أي حزب، أي حد ضمن أي حاجة. انا دايما بيتسال لي السؤال ده لما بيحققوا معايا، اختي بيتحقق معايا في كل حته، انا زهقت طول ما انا قاعده حد يحقق معايا. هل انت ضمن اي اورجانيزيشن؟ Are you part of any organization؟ دايما السؤال الوسخ ده. اخر مره قلت له part organization بتاعت ربنا. What do you mean حزب الله؟ لا يرحمك حزب الله ايه، ولبنان مين دلوقتي؟
هم كان قصدي يعني حسب ان انا اقعد مع نفسي كده اقرا القران الكريم، اجرب الدنيا، اعمل النهارده حاجه تطلع معصيه، اعمل حاجه تطلع فتنه، بعد الشر اتوب من هنا النهارده، امي تموت من هنا النهارده، اصحى من النوم الاقيها رجعت عايشه، الاقي فوق شغلي وفلوسي راحوا، الاقي نفسي في بيت حلو. ايات ربنا بتحصل دي بقى الاورجنايزيشن اللي انا بارت اوف ات. عشان كده بقول للناس طالعه لهم را. واحد من كذا بيقول لاختي انت اختك دي تضحت انها طلعت را، يعني الناس كلها بتنجح وبعدين تطلع الكيكه في الاخر، لكن هي بتطلع لك المطبخ اللي بيحصل فيه. بوريكم كله بقى الانقلاب اللي بيحصل جوه الانسان نفسه كانسان. اه قبل ما كده والتاني يقول لماما اول مره حد ينصرني، انت الراجل اللي قال لماما الكلام ده ابن عمها باين، انت مش انا لما انزل مصر نعمل ابوس راسك. يقول لها استحملي بنتك لو تعبانه شويه ساعات بتتضايق كده. دي كانوا عايزين يستخدموها انها مش في مصر، انها تبقى تبعهم تقول اللي هم عايزين، لكن هي مع نفسها ومع ربنا. ودي مرت بحاجات كتير بتقول لي كانه عاش اللي انت مرتي بيه، وتخيل بس الحمد لله. ولسه اكيد لسه ادم ما هو ما احنا لسه ماسكين نفس الريتم، واضح انه لسه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. القرون يعني القوم، الأقوام اللي فاتت، الأمم اللي فاتت، أمم المتحدة، يعني المتحدة دول جايلهم، صدقني جايلهم، لأن هم علماءهم برضو خلي بالك في حاجتين بيستخدموها. والحاجة التالية دي انت هتقول إن أنا مجنونة إن أنا بقولك إن هم بيستخدموها، بيستخدموا العلم ده حقيقي، إن احنا نحلل إيه اللي هيحصل بكرة، ونحلل اللي هو الوذر بيحصل فيه إيه، تغيرات المناخية المستعصية قوي دي عايزين نحللها صح، عشان نعرف ناكل الماما هيجي ازاي بكرة والمية جاية منين. عشان كده هما بيتجهوا بيشيلوا سلطة السلطة العالمية كلها وجايين يمركزوها في مصر في الشرق الاوسط او الادنى برعاية مصر. مصر احنا ده مصر دي عايزينها تكون مركز املنا في مصر القبطية. صباح الفل، ده هما عايزين مركز اللقطة كلها تطلع من مصر. ما تخافوش يا بتوع مصر، الناس المفروض لما تعرف الكلام ده تساعدكم، ما تخافوش. انتوا لو هتقعدوا تخبوا عليهم كتير يبقى انتوا كده ايه مش حلو، لان الناس دول مبارك الله يرحمه قالها اللي متغطي بامريكا عريان. هو كان قصدي يقول لك اللي متغطي بالامم المخفيه، هم بس جابوها في امريكا يعني وضحوا بيها في الاخر. زي العفريت لما بيركب، وفين العفريت بتاعه، يركب جسم حد يا ضنايا، خلاص استخدم الراجل ده في المصلحة، بيضحي بيه بقى دلوقتي اهو قدام. ده انا واحد صاحبي من المصري، ما هو مش صاحبي يعني، المهم واحد من الاثرياء امريكا، انا بحلل ان هو ماسوني في الاخر، كان بيقول لي بصي ده لو خد امريكا هنزل مصر، بايدن لو خد امريكا هنزل مصر خلاص. فاهم اللي فيها كان شغال مع العفاريت كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ركز في الآية دي، الآية دي بيستخدموها في المعامل. الحاجة التانية هقول لك هما بيستخدموا إيه، عشان هي كبيرة على الوعي الإنساني اللي بيحب يمسك كل حاجة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، الأكل والشرب والمامة والنبات والحاجات الحلوة أنفسهم إحنا كبشر، ومما لا يعلمون الجن الحاجات الفضائية اللي بيتكلموا عنها، وموقع 51 وما عرفش الكائنات الفضائية والطبق الفضائي، كل اللحظة السحر والشعوذة وقلة الأدب دي عشان يخوفونا بعدين. بس إيه ربك قالك مما لا تعلمون وخلاص، وجهز نفسك ليه، وجهز نفسك بالقرآن الكريم. أنت هتجهز نفسك للحاجات دي إزاي؟ النبي قولي لما يجيلك طبق فضائي من الوهم اللي بتاع البنتاجون ده، يا راجل ده احنا كنا قاعدين مع واحد من اللي خدوا كتف ايام كلينتون، والله ما هنسى اليوم ده ابدا. انا هتعبط واعرف الحاجات دي بتقع في حجري ازاي. كنت في مستشفى السرطان
اخويا كان عنده سرطان واخو حبيبه كان مهم يعني، فبحب اروح اخدم هناك شويه وبطبخ مع الناس اللي في المستشفى. وجالي واحد طبعا من شكلي يعني كحيله بقى والجو بتاع مصر ده، قال لك انت منين؟ من الشرق الاوسط من مصر؟ يا نهار اسود، حور عين بقى نزلت له من السما. ممكن اشرب معاكي قهوه؟ عايزه اتكلم معاكي. ليه مش ليه؟ متضايق وعايزه افضفض. بقى مرت ايه يعني؟ استنى بقى عشان انا هشتم. مرت ايه يرحمك؟ يعني كنت في الجيش وكنت شغال مع كلينتون والاداره والناس دي، والناس دي ما كنت ساعتها مش مشهور. اقتاي هو لو كان عارف مصحف ما كان هيقولها، مش هقول اسمه طبعا. وايام كلينتون الابيضان الحلوه ده اللي اخره فضيحه الفضيحه السوداء، اللي قال لك هو كل واحد يا اختي لما يعمل النصيبه بتاعته يغطاه بفضيحه. النصيبه العالميه لما ينفذ الاوامر، دول كلهم موظفين ياخدوا اوامر، احنا عندنا الرئيس مش موظفين. لا امال لما بيتضايقوا منه ليه؟ بيتضايقوا منه ليه وكل شويه يزنوه في كلمتين؟ لو سافر في حته الله اكبر يقعدوا يزنوه في كلمتين. احنا عايزين نحضر الراجل برضو لما يسافر، ما يصحش كده. لازم حد عنده ولاء وذكي وقارئ. اقرا، انا عايز لازم اقول اقرا، ما تقعدش تشرب شيشه وتفتح القميص كده لغايه صدرك وتقعد تهري. لا اقرا اقرا، كلنا عندنا علم بس من الله، وما كانش ربنا نزل الخضر على موسى. لازم تقرا وتثقف نفسك طول ما انت قاعد. مع احترامي لبشويتك، انت فين؟ انت ماسك انت انه اكبر جهاز مخابرات في مصر؟ اقرا اقرا، ربنا يحميك. او اسمعني كده، انا هقرا لك وهقول لك. فقال لي على العراق وقد ايه هم مقهورين، وقد ايه العراق ما كانت لسه الحاجات دي متحضر لها من زمان بقى الله يكرمكم، وقد ايه هم مقهورين من الحقيقه، ان هم عارفين الحقيقه ومضطرين ينفذوا، ومنهم اللي عملوا سترايك يعني اللي هم نزلوا كده وقالوا لا احنا مش موافقين. تخيل بقى لو واحد من الجيش عندك قال لك لا يا ريس احنا مش هنسمع الكلام، يختي بيبقى يقوم عليه الحد يعني، بس بيخفوه الاعلام بيشيلها ساعتها يعني. والمطلوب من الشرق الاوسط واللي مطلوب من كده، كنت ساعتها انا بس عيله لسه ايه، كنت عندي كام سنه يعني، الكلام ده من 10 سنين كتير يعني، كنت لسه بعمل ماجستير، كان عندي مطعم ساعتها، كنت حته عيله صغيره قوي شويه بتنطط كتير، ما كنتش بقعد اقرا كتير زي دلوقتي يعني. بقرا بس بقرا بس مش ما عشتش الاجواء، كنتش فاهمه، كنت بقول هو ده يمكن يعني عايز يدي لنفسه يعني، فاهم؟ ارقشوه خدورمو عايز يعني، انا ما اعرفش هو ليه بيقول الكلام ده، ومش فاهمه، مخي مش عارف يستوعب الابعاد الغريبه قوي دي. ما هيعوزوا ايه من مصر يعني؟ هيعوزوا ايه من الشرق الاوسط بلا خيبه؟ واخد بالك؟ فكل واحد من دول لما يجي مسيو غير اللي اتقتل يعني، مثلا جون اف كينيدي جابوا لك قال لك واحد مجنون من حزب من الاتحاد السوفيتي، ما اعرفش سوفيتي ولا بطيخ، ما كلهم شغالين مع بعض. اللي ما بينفذش الاوامر يا بيطلع بره وياخد بنت وايه، يا بيروح. انا مستوى العالم، ليه مش قادرين تصدقوها؟ ما ربنا قال لك حزب الشيطان، ربنا كل شويه يقولها لك في كذا ايه، على احزاب الشيطان. اسمعها عشان خاطر ناس هتلعب في مخك الفترة الجاية، والبنتاجون هيلعبوا في دماغك قوي. معوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الحاجات دي قدامنا بس احنا مش عايزين، مش عايزين نربط الأمور ولا نتأمل ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي العرجون القديم اللي هو الليف من شجرة من النخل كده، زي البلح والله أعلم، زي البلح اللي هي خلاص نشفت وكده، لأن ليها
معاني كده، اقرأوها، اقرأوا المعنى بتاعها، هتشوفوا آيات ربنا في الطبيعة، لأنه الحروب القادمة على تغيير الطبيعة بيستخدموا العلوم وبيستخدموا حاجة مش هتصدقوها. سليمان الحكيم كان بيستخدم الجن، هم عايزين يستخدموه تاني. وربنا قالها لنا في كذا سورة انه بيطلعوا الجن والشياطين، بيطلعوا يتجسسوا، هما بيبعتوا جواسيس مختلف، في جواسيس من انترنت، جواسيس من نسوان، وخلصنا اللقطه دي، وجواسيس اخرى من الجن يتجسسوا على الملائكه. ربنا اداهم اوامر، بكره سد النهضه يحصل له كذا، بكره هيبقى في مطر في الحته الفلانيه، فلوريدا هتمطر النهارده يا سماء. ربنا ادى اوامر للسماء، يا سماء امسكي على المطر، تلت المطر امسكي عليه، السنه دي تلت المطر ممسوك عليه، مفيش مطر زي زمان. لما رجعت امريكا عاده الوقت اللي انا فيه ده في مطر كتير، لا فبيحاولوا يطلعوا العفاريت بتوعهم والجن بتوعهم والحاجات اللي هم بيطلعوها من كتب ما يسمى بكتب سليمان، دي قيادات عليا بيعملوا الكلام ده، مكتوب هنا. لو مش مصدق ده مشكلتي، مش مشكلتي ان انت مش مصدق القرآن، ده مشكلتك انت، ما تكلمنيش بقى، تقعدش معايا، انا بتاعت الناس اللي ليهم في القرآن. عشان كده بيبقى فيه شهاب، والشهاب انت بتستخدمه كأنك ستار، الاقي الناس حاطه صورتها مع شهاب. يا ابني الشهاب ده بينزل عشان يحرق الشياطين لما يتجسسوا على الملائكة فوق. يا نجم يا نجم، الحاجات دي متزينة كده عشان خاطر تحمي، انت مش فاهم ان النجومية دي حاجة كخي، استنى بس على رزقك. يا فرحتي بقالنا قرون من نتشبه بالنجوم ولو نعرف الحقيقة فالناس دي بتستخدم العلم وبتستخدم الجن، والله العظيم معابدهم هياكلهم اللي هنا، الريتشولز اللي بيصلوا بيها. قلت لك ايام ترامب، جبت لك القسيسه بتاعته، قلت لك كل قائد من دول، ده كان ريجان اللي عمل الطرق والكباري والحاجات اللي هي جابت امريكا، جابت لها فلوس، والطرق والكباري معناها ايه؟ ان في جيش هيخش، يا بتاعنا يا بتاع غيرنا، وان احنا عايزين الاكل يعدي بسرعه عشان هيبوظ. اي هم كانوا عاملين كده زمان، كان ريجان عمل كده، كان قبل ما يخش القصر الجمهوري بتاعه ولا whatever، كان يكلم الدجاله بتاعته بتاعت التاروت والحاجات دي. انتوا جايبين لي تاروت عشان نعرف مصر جاي فيها ايه السنه الجايه؟ حسبي الله ونعم، يا اخي اتقي الله، ما انت لو جبت لي تاروت في الاعلان معناه ان البلد دجاله كده، نشتغل بالسحر بعد كده ولا نعمل ايه؟ مش فاهم، اعمل لك عمل عشان خاطر بعد كده على ظهر جمل، عشان خاطر ربنا ينفخ في سريتك انت ومراتك؟ جايب لي تاروت في التلفزيون، يا نهار اسود ومنيل، تاروت هنكفر؟ مش كفايه ان الناس بتشوف الفنجان وتقول لك انت برجك ايه؟ برج حوت، يبقى طيبه خالص وحلمك ما فيكش شر ولا اذى، بس شكلك يجي على برج الاسد. انا لما بكلم حد انا لو جه لما اجي اتجوز والمصحف اقول له انت بتؤمن بالابراج، مش عايزاك جو اللي بفكك كذب المنجمين ولا صدقوا يا اخي، ولا اللي بتاع الجماعه بتوع اتقوا الله لازم نكون مغطيين وشنا والحاجات دي، لا مش لازم نكون حزب حاجه، احنا ممكن نبقى ناس عاديه بتطلع في التلفزيون وبتعمل افلام حلوه ومسلسلات حلوه ومسرح حلو وتغني غنى لطيف ما فيهوش فاهم يعني قله ادب الحاجه دي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الفلك المشحون، احنا برضو بس احنا لو هنبص بس على علي بابا بقى، الويب سايت بتاع علي بابا، لازم تربط الامور بدلوقتي. انا هقعد بقى اسمع لك شيوخ بتوع ايام زمان ويربطوا لك الحاجات بزمان، ايه الفايده ان انا اسمع زمان وما اربطوش بالاحداث بتاع دلوقتي، ويجي لي شاب عنده 19 سنه يقول لي ما دهش كده كويس، يا نهار اسود، اربطوا دلوقتي يا حبيبي يا ابني، لازم ايه تشوف ده دلوقتي في ايه. أحياء
احي قناه السويس الاسرائيل يا احي. المهم البحر وحروب البحر والشاحنات اللي في البحر اللي فيها بضاعه وويب سايت بتاع علي بابا. هو دلوقتي الويب سايت ده شغال في امريكا حلاوه لوز العنب. او ماي جاد هديك اعلان هديك اعلان يلا هو خد. هما بينزلوه عندي فانا ببقى اقول لنفسي بيفكريهم بالاعلان ده 30 ثانيه. او ماي جاد واو. البنت بتقول لها ايه واو ايه لقيتي كنز لقيتي لا الاوردر بتاعي جه بسرعه. ايه ده بجد دي احسن معلومه سمعتها في حياتي من منذ هذا القرن ان الاوردر يجي بسرعه. الله حب الحياه كده جميل قوي. السر بقى السر في ويب سايت اسمه علي بابا. انت لما تسمعهم بيقولوا علي بابا تتبسط قوي تحس ان ايه. والويب سايت ده مفروض الشحن جايه من الصين. ما هي لبست ما هي الاتفاق ايه ان هي اللي هي تلبس. خد البسي اللقطه عشان انت دلوقتي المحصول بتاعك بحبخ. ليه؟ لان القائد بتاعك الكافر كافر بالله. طب عنده شخص مع ربنا ما هم عايزين يرجعوا بقى الحساب دي هو دي اللي تمسك فيها. شاف الطيور على الاراضي افتكرها بتاكل المحصول فكلام ده ما بيطلعش في الاعلام فامر ان الطيور دي تتعدم. اتاريا كانت بتاكل الدود والحاجات اللي هي اللي كانت بت 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 بتح كانت بتحمي المحصول مش بتدمره. فكل المحصول بتاعهم كل سنه وانت طيب وانت فاكر ان حاجات الصينيه ببلاش ليه او رخيصه ليه. الايدي اللي عامله طبعا حكم استبدادي لو مش لو فكرت تتذبح. شكرا كل سنه وانت طيب. ايه ستشي كول منوره يا ستشي كول. لا لا ده احنا عندنا سياسه واقتصاد. ايه ما فيش اقتصاد اها ده قالت لك ما لهاش دعوه باي حاجه. ما ده مدري ما لهاش دعوه بالبطيخ بس حبيبه قلبي امي ماما حبيبتي. لكن تقولي ما فيش اقتصاد خدت بالها ان ما فيش اقتصاد خدت بالها برضو ست لماح. ممكن تقفلي الباب بعد اذنك. ف بسم الله فأعدم الطيور دي كلها والحشرات قالت له بخ ده احنا اللي كنا في الارض يا راجل ده احنا اللي كنا عمالين نبوظ الدنيا انت عدمت الطيور. طب يلا استلقي وقتك. فبح ما عندهمش اكل وما عندهمش مام دلوقتي فعايزين ياخدوا مام من الشرق الاوسط من ما تبقى من الاراضي العذراء في الولايات المتحده اللي ايه بيل جيتس بياخدها عشان ما تبقاش عذراء انيمور. امال ايه احنا لازم نلعب في ايه يعني ربنا ادهنا هو ايات الله من نحى من ذريته من في الفلك. اسمع بقى معايا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرده عشان في ناس طيبه كده بتقول لي هو ليه ربنا سايبهم الرد اهو جاي لك اهو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وايات لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتاعا الى حين. هو قالها لك هو هي 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 لان في كتير مش فاهم تمام وفي كتير ضال قوي بقى ما كتير قوي قوي هتلاقي الناس بتسلم كتير لما تفهم اللقطه اللي بتحصل دي. كتير قوي اسلموا في كورونا بس ما قالوش. كتير قوي في فرنسا اسلموا كتير بعد ما كورونا عمل قله الادب دي بس الاعلام مش هيقول الكلام ده. هيسلموا ليه؟ لانه دستور الحياه موجود والصح موجود والمعامله الصح موجود. وازاي تحرقوا الاشجار فجاه كده؟ الاشجار ولعت في الامازون ليه يا اخو؟ ليه الاشجار ولعت؟ ليه حاطينها ليه تايم ماجازين منزله ان الاشجار بتولع؟ ليه تحرقوا الطبيعه وليه تشيدوا المباني البنيان؟ عصر فرعون موسى رسمي بيتكرر.
بس هو ساعتها كان مستعبد بنو اسرائيل فقط، دلوقتي اللي استعبد لكله. محتاجين مصر عشان يعملوا مركز الاستعباد ده، المركز الاساسي. هم لو ما يعرفوا يجيبوا ما تبقى من حاجة سليمان ازاي؟ هم فاكرين يعني ان هي تحت في حتة كده في مصر، يا في حتة في اثيوبيا كده، كلام في سرك سد النهضة انفولفد. بس هو اتجنن يا جدعان، ما فيش بخ الهيكل المزعوم بخ، ما في، لا موجود. فبيستخدموا يا عيني ولاد العم كشيل، ده بيستخدموهم برضو هم كمان غلابة، محدش ايه مركز. اعوذ بالله من الشيطان، وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون الا رحمة منا ومتاعا الى حين. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من ايات من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا، الذين امنوا بيحصل دلوقتي حالا 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 دلوقتي، انتوا ازاي مش عارفين تاكلوهم واحنا اللي هناكلهم؟ طب يبقى احنا اللي نسوق العالم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انطعم من لو يشاء والله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد وان كنتم صادقين، ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث المقابر إلى ربهم ينسلوا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وعد الرحمن وصدق المرسلون، لسه في مرسلون بيحصل والله، لسه لغاية دلوقتي في ربنا، في ناس حلوة كده ربنا بيبعتها، بيبقوا شهداء في الآخر أو الجند الخفي. الجماعة دول فاكرين إنه الحياة أبدية ولازم المتاع في الارض، وان هم من عرق افضل مننا كلنا، ان هم كمان زي جابوا هيركليز. الافلام الكرتونيه كلها تعبر على التفاصيل دي، لو عايز برضو تثقف نفسك بالراحه خش اتفرج على الكرتون بتاع ديزني الاول هيقول لك الحقيقه، ان هيركليز نص رب نص ايه انسان، نص رب نص انسان وعنده قوه خارقه. الناس اللي في الجيم اللي بتلعب حديد ويقول لك التفاصيل دي تخلي بالك منها، اقول لك انت ازاي جسمك قوي كده، انت بتاخد ستيرويدز، بتاخد حاجات، ما في حاجات بياخدوها يحقنوها في جسمهم يا جدعان غير الستيرويدز المضروبه اللي في مصر يعني. والشباب في الاخر حياتها الجنسيه تروح في 60 داهيه وما يعرفش يقعدوا مع مراتاتهم ولا يجيبوا ذريه صالحه. يا جدعان غلط، يا جدعان غلط والله العظيم، التشبه بالغرب ده والنفخ اللي ملوش لازمه والمصحف غلط. انا عمري ما اخد راجل متجوز عريسي اكشف عليك بتاخد ستيرويدز ولا لا. اوعكم بتاخد ستيرويدز لو انت عريس الغفل، اوعى يا اخويا عشان نعرف نجيب الذريه الصالحه، ده احنا عندنا رساله. عايزك في خدمه انسانيه كبيره. لا شوف مريم ومحمد اجيب لك عيال كده الجينات موجوده زي الفل. هيقولوا لنا ايه بقى؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، وهذا من فضل ربي طبعا، كله من فضل ربي، العلم من فضل ربي، القوه من فضل ربي، كل ده ربنا بيحطها لناس معينه. يقولوا لنا ان هم بيحقنوا نفسهم هرمونات وحاجات مختلفه عشان يصغروا نفسهم ويدوهم عضلات ويدوهم قوه والكلام ده كله. لما بيلاقوا مننا الناس اللي جسمها قوي لوحده ما شاء الله لا قوه الا بالله كده مع نفسهم، ياخدونا يحللوا جينات. يقول لك المعامل بتاعت اللي هو في معامل كده بيعملوها عشان خاطر احنا بنحاول نطور التكنولوجيا الطبية عشان خاطر نوفر للإنسان إزاي يعيش youthful life، وإزاي يفضل طول عمره شكله قوي وشكله رفيع وشكله صغير وما يعجزش وما يعملش والكلام ده كله. أنتوا في مصر يعني بيقعدوا يحقنوا ويعملوا الحاجات اللي يعني باين عليها قوي إن هي ما ينفعش باينة. هنا بقى قال لك الحاجات دي للشرق الأوسط خلي شكلهم يبقى عفاريت في الآخر. هنا إحنا لا، إحنا ندي حرمنا وندي رجالنا الحاجات اللي هي إيه هتضعف يعني قوتهم الحقيقيه تكون مش موجوده، منظر بس على الفاضي، بس يبقى شكلهم دايما كده حلو وقوي ومن اطفال الصغيره. وكل ما زادت رتبتك كل ما هيستنسخوا حاجات من اجساد ناس من افريقيا اللي زينا، احنا حلوين، احنا عندنا حاجات حلوه، ومن اجساد اطفال، خطف الاطفال على عينه دلوقتي. بس ربنا برضو قالها لك رد عليهم. كل حاجة بيعملوها هيرد عليهم. عايز اقوم بقى يا جماعة عشان طولنا قوي، بس انا مبسوطة قوي بالقعدة دي.
تدبر سورة ياسين يا ولاد. اوكي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. الراجل اللي حاول يتعمر نفسه ده كده، والله واحد منهم كان ظابط وبعدين راح شذ ومثل افلام اباحيه شاذه عشان يعمل فلوس، وضرب حاجات قد كده عشان خاطر يصغر في السن ويعمل، فجاه اتشال الله اكبر، وفجاه بقى كان ماشي في بنيان مرفوع كده، بنيان كده قبل بقى ماشي حامل كده، وجات له سكته والسلام عليكم. من الحاجات الوحشه اللي بيعملوها دي، مع انهم كانوا ضامنينها وفلوس قد كده بتدفع عليها وعيال بتتخطف وتجاره ايه سودا، هيعمل فيهم ايه بقى؟ عشان ما تتزعلوش، ما هو السجنة مش ببلاش، الحياة مش جنة. اولا اختبار حلو، اه، ومش معناه ان انا بقول الكلام ده تبقى خايف، لا، لان ربك موجود، بس هو بيحب العبد اللي القارئ. اول حاجة قالها سيدنا محمد اقرأ، اه، اليوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يجي وقت معين، كل اللي بيقولوه، كل الاعلام بتاعهم، كل الاعلانات، كل علي بابا وكل الحاجات المستويه الوحشه، وكل ان هم يوقفوا لك قناه السويس ومحدش يعدي منها ويعدوا من حته تانيه، التفاصيل كده انا عارفه انها بتحصل، وعادي يعني، عادي، الشعب مش هيفهم، بس انت تفهمه يا اعلام، تفهمه ايه تخطيط ربك. الموضوع ما يقعدش بقى كل الناس تبقى فاكره انه المسؤوليه على الدوله بس، لا، المسؤوليه علينا كلنا، اه، مصر، كل جنود الارض دي احنا كلنا على بعض، والمدارس والامهات، والامهات دي عليها مسؤوليه سودة، مسؤوليه كبيره. واي نوع من انواع الاعلام بقى، الاعلام اللي بيطلع على التلفزيون، ولا اللي بيطلع على السوشيال ميديا، ولا الشاب اللي تكرم وكلمني ده، واللي هو عنده ويب سايت دلوقتي، ولا اللي كان هو حزب، ما التفاصيل دي كلها انتوا تفهموا الناس ربنا هيعمل ايه، عشان الناس تكون تكون مش محبطه، ومش هتلوم بعد كده، هيوقعوا الناس في الدولة ويلوموهم، ما انتوا سبتولنا حاجتنا وحاجتنا باظت وزرعنا باظ والمية بتخلص والرز مش ممنوع يعني، والدنيا راحت خالص، وحتى اتاري الفلك مش المشحون ده ما بيعديش من عندهم، بيعدي منين؟ حي ابو سوسو، ويعملوا لك لقطة مش حلو ويصوروا تاني، هيحصل، هيأوعدك والنبي قبل ما يحصل، عشان خاطر ربنا الدعاء بيغير الاقدار يا اولاد، والله العظيم ثلاثه، انا بامن بالتغيير، انا اسفه، مع احترامي كل حد في الدوله، التغيير بالله، اه، انت تتكلم ربك بطريقتك، شعرك باين مش باين، انت حره بقى، انت حاجات تفاصيل صغيره الرفيعه دي بتاعتك، تكلم ربك وتدعي وتعمل اللي عليك كاخلاق، لان هو ده الاساس. هتلاقي بقى ايات ربنا بتنزل من السماء وترحم لك محصولك واكلك وشربك وميتك والحاجات اللي هي ايه اتعمر فيك. ده بايه؟ بتغيير الخطاب الديني. اه، الرئيس عايز تغيير الخطاب الديني ليه؟ عشان ما هو ما قالكش نلغي الخطاب الديني، قالك نغير بلاش. الجماعه بتوع الدين، حد يقدر بتوع الدين وبتوع الحديث، حد يقدر ينكر ان البخاري في رحلة بحثه عن الأحاديث الصحيحة والعلم كان فعلا، أو والله أعلم، وده اللي بيقولوه، كان حريص على الخطاب الديني، إنه لازم يكون فيه تغيير، هو الراجل ده مش شغلته إنه يتكلم في الدين، ده كان ضابط مخابرات يعني، ما بيتكلمش أصلا، معجزه انه بيتكلم. الناس دي مفروض ما تتكلمش اصلا، ما طول عمرها بتسمع وتفكر وتخطط، مش بتوع كلام، احنا اللي بنتكلم، احنا الناس الاعلاميه والناس اللي هي الكاتب المفكر القارئ، الحاجات اللي بتوصل الرساله بقى، الرسل اللي على الارض، ما هو ما في حد في الارض كده بيبقى شبه رسول، مرسال يا سيدي، ماسنجر، فيسبوك ماسنجر، اه، في ماسنجر بقى من البشر،
احنا اللي نوصل الحاجه عشان نساعد، لكن اللي بيحصل اللي بيوصلوا الحاجه بيضلموه، وكلهم بيقعدوا مع بعض في نفس قعده الشيشه السودا دي ويعرضوا، يا باشا انا بحبك وهعمل لك اللي انت عايزه، بس تاخد يا ما هو ولا عمل لك ولا نصيب، وديك ودبسك في الحيطه اهو. جاي امريكا تقرفنا يا اسود يا جدعان، انت مش كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه هو إلا ذكر وقرآن مبين لننذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم بالضبط مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركبوهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. الفترة اللي جاية هنشوف جيوش مختلفة من الروبوتس. احنا مش عايزين الانسان بقى. الثورة الصناعية الرابعة قيادة الامم المتنيلة بنيلة قال لك بص البني ادمين دول بياخدوا ثاني اكسيد الكربون ومش بنحبهم، بياخدوا اكسجين كتير، بيطلعوا شهيق والزفير بتاعهم مش حلو، مغزى بيعملوا كيكي وحاجات مش وحشه عاملين خرم اوزون كده وعاملين مشاكل بيني وبينك، عاملين مشاكل على الكره الارضيه والكره الارضيه مش ناقصه، فلننفذ بقى. طب مين الايدي العامله؟ لا الايدي العامله الست اليتيمه اللي جوزها توفى وتشتغل بايديها كده وناخد فيها ثواب ونعمل لها مصنع كده تعمل لنا تربونات حلوه بايديها ولا لا؟ مش عايزين الست دي، الست دي هتبقى قاعده وهي بتتكلم بتقصقص كده برضو وهي بتشتغل، قصدي بدل ما هتتقي لا في شغلها للاسف وهتتقنه اتقان العمل دين، هتبقى قاعده برضو بتنتف في المحشي وتجيب في سيره سعاد، عشان سعاد كانت قاعده امبارح ديك النهار لما راحت لجوزها ذبحت له بطتين. ما هو استوحشها ونقعد بقى نفتح في سراير بعض بدل ما نركز في الرز. 28 المنظمة المتنيلة ب 60 نيلة اللي في أمريكا برضو قال لك 28 دقيقة إنتاج في اليوم بس. المواطن بيشتغل 28 دقيقة بس إنتاج، عشان كده دخلوا التحكم. وأنا كنت عمالة أقول لكم في إيجابيزم وزعلتوا مني، يا جدعان الناس دي هتتلكك لك، تقول لك يا برنس أنت قاعد في الشهر العقاري بتقول لي كوباية شاي، طب كوباية قهوة، طب نخش نصلي التراويح وقت الظهر، طب نقعد نتكلم يا ستة الدكتورة قبل بس ما ناخد وندي بقى وكوباية القهوة تبقى حلوة كده بتاع. بصي بصي الجبنة القديمة دي كده قاعدين 6 ساعات راحوا من مصالح الناس، فالناس دي هتيجي تقول لك طب ما بلاها ما نبدلهم بالتكنولوجيا، يبقى في بيوت ايه اتقفلت. طب ما انت برضو العيب عليك يا برنس، ما انت كنت بتقعد بت 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 بتنتف وتصلي تراويح في وقت الظهر. حبيبي صلي تراويح في بيتك، ها عادي لما تروح البيت بدل ما تقعد تتفرج على افلام اباحيه صلي التراويح. انا ما عنديش مشكله بحب قيام الليل قوي، لكن مش في ساعات العمل، يا دوب في ساعات العمل هم الدقيقتين بتوع الظهر والدقيقتين بتوع العصر، ولو مفروض ساعات العمل تبقى من الفجر للمغرب، بس انا ما اعرفش انت ايه نظامك، بتروح تمضي وتمشي ولا ايه؟ فانت ما اتقتش الا في عملك. هم قالوا لك بص ليه بقى؟ لان هم خلوا الامريكان يتقوا الله في عملهم، ما هم طبقوا الاسلام في امريكا الاول عشان تبقى فيها خير وقويه وبعدين ياخدوا خيرها ويستخدموا الامريكان دول كشيلد كده، هنضرب بيهم الناس دول غلابه برضه، دول يا عيني من الصبح لغايه دلوقتي، من الصبح لغايه دلوقتي من المغرب 16 ساعه في 12 ساعه اقل حد 8 ساعات اتقان اتقان اتقان، محدش بيقعد دقيقة فاضي ولا بيمسك تليفون ولا نيلة، وتخش كده تلاقي اللوائح العملية بقى، اللوائح اللوحة بقى اللي مكتوب عليها اللي هو أخلاق العمل. أول حاجة من أخلاق العمل ابتسم في وش الناس، اللي هي الابتسامة صدقة عندنا في الإسلام. مش معناها إن احنا هنعمل قلة أدب مع بعض، دي حاجة حلوة، حاجة نظيفة، حاجة تشر كتك خير. ومفيش غيبه ونميم، اللي هو ويل لكل همزه لمزه، الايات الصغيره اللي كنا المفروض نعلمها لاولادنا
ولادنا بدل ما يتفرجوا على نتفليكس والشذوذ كويس ويا مامي، ارجع من المدرسه الاقي بنت تقول لي البوس بنت، البوس بنت عادي وتتجوز بنت عادي، يا نهار اسود. بدل ما نقول لهم ويلا ان كلها همزه اللومزه، ما احنا الام نفسها بتعمل همزه اللومزه، ما الام تبقى قاعده على التليفون بالرورو قالوا يا اعتماد شفتي الكلبه الوحشه عملت ايه، واستهزاء ويستهزئون من بعض. كل حاجه في القران الكريم بيتكلم على القوم اللي بيستهزئ، ولا يسخر قوم من قوم، ولا وده احنا الفيسبوك كله سخريه، كله بيسخر من كله حد ده. وبعدين الامراض النفسيه اللي بتجيلنا بقى، يا بنت زي القمر لابسه شارب كده وعامله سايد دكتوره كده سايد صدق الله العظيم لنفسها، يعني بت بت بتنادي يعني انه لبس اللي هو المحتشم انا بسميه، انه يكون الوان وحلو وجميل وكده. والاقي بقى ايه الاخوان بقى، السيدات من قبائل الاخوان بقى، انت فجأة انت تخ تخ ودرياو، ده دين؟ ده دين؟ ده كل حاجه في الدين الاسلامي ربنا بيقول لك كل بما فيهم القتال، في كتاب معين ما اقدرش اجيب اسمه عشان الحكومات بتزعل، كانوا بيحاولوا يترجموه هنا الـ CIA حسب بقى مين اللي هيترجمها معاه، ما العرب لا يقرؤون ولا يفقهون. في ايات معينه عن القتال هم واخدينها وفاهمين حياتها، بس بيستعبطوا عشان خاطر يطلعونها ارهابيين. اللي بيقرا هيرد هيقول لك ربنا قال ايه بالظبط. اللغه العربيه لازم يكون حد متخصص جدا في اللغه العربيه، كلمه واحده تقعد عليها سنه مش مشكله. قال لك احنا كتاب وبنحفظ وحافظات وحافظات، فين الاخلاق اللي طالعه في الحافظات يا اختي؟ ما احنا ما بنشوفك وانت بتحفظي ما عملتيش حاجه بالاخلاق دي، انت حفظتي من هنا وقلقلتي من هنا وتجودتي من هنا، ماشي يا معلم انا معاك. ايه بقى تطبيق فين؟ طبقتي ايات ربك فين؟ انت كفرتينا في الدين، خوفتينا كلنا، طبقتيها فين في الهمزه اللمزه؟ انت عماله تعلمي العيال ويل لكل همزه اللمزه وتحزقي. حلو انا معاكي، انا هذوق الحق لكن مش في الدين. بالذات الدين بقى اكتر حاجه في الدنيا ربنا قالها، حتى قالها لموسى، ان موسى قال له لما تروح لفرعون باللين، لين بالراحه، اتكلم معاه بالراحه، اتكلم معاه بالراحه بادب، ما تتكلمش معاه وانت كده. سيدنا موسى كان قوي وعصبي، يمكن يخشع. حاجات تانية بقى في عمر بن الخطاب، احنا لازم نقرا عن عمر بن الخطاب يا اولاد والله، الفاروق والنبي القضاة اللي في مصر يعني يتكرموا ويعيشوا شويه مع يعني يا ريت يا ريت والنبي، عشان قلبي محروق قوي في الحته دي. بس المهم فالايام اللي جايه احنا كنا سبب كبير جدا في ان غيرنا ياخد غير خيرنا، ولكن مفيش حاجه كبيره عن الله بقى. اخر ايتين، اكتر ايتين بعشقهم في سوره ياسين، والهوم ورك اللي هقول له تعملوه ايه. انا عارفه انا طولت قوي بس ما ينفعش ما اطولش يعني، بس اللي قاعد معايا ده كله انت على راسي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو لا خلينا اكشي مش اخر ايتين بس، خلينا اخر صفحه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا سورة اخر صفحه دي جميله جدا. اوكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركبوهم ومنها ياكلون، ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند معضلون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الجماعة اللي عمالة تعيط تقول لك بص يا أمريكا عملوا فينا إيه، والنبي أنت لو بتتقي لو ماشي عدل كله، ده ما بيديروا عليا يهودية وبهدلوني وشتموني ولعوني، ما تزعلش ما تزعلش حاجة، فك كبر دماغ، استمر على الهدف. المؤمن ماشي كده ماشي كل يوم ماشي خط مستقيم، ما مش شايف حواليه، مش شايف مستقيم صراط المستقيم، مش بيقول لك في سورة الفاتحة كل يوم بنقراها كذا مرة اهدنا الصراط المستقيم، الخط المستقيم كده بتاع ربنا بيمشي عليه، ما يبصش حواليه، ما بيلتفتش، ما يهموش ما يهموش، ما يتضايقش. لو اتضايقت من كلام حد يبقى انت مهزوز شويه،
فلا يا ربنا بيقول لك اهو. كان بيقول للانبياء، يقول لسيدنا محمد، كان بيقول كل نبي زعل من قومه لما طلعوا عليه. ده سيدنا نوح طلعوا عليه ان هو يعني حاجات وحشه قوي لما كان بيعمل بيبني في فاهم، في مركب نوح في الصحراء، انت ازاي بتبني، فين الطوفان اللي هتيجي لك ده يا نوح، انت هبه ولا ايه؟ المهم، فلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يحزنك قولهم ان نعلم ما يسرون وما يعلنون، اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. وجه الكلام للانسان كله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم. ده بيرد لك على كل تخططات العلماء، هم بيتحدوا ربنا دلوقتي. سيبوهم، سيبوا ربنا بقى اللي يرد عليهم، سيبوا ربنا اللي يرد عليهم. دورنا احنا نعمل ايه؟ نتقن عملنا، نبقى ناس محترمه، نعمل اللي علينا، نتحد، حزب الشيطان اتحد، بنتحد احنا كمان. دي بقى الايه ال 82 اللي بقف عليها كتير، ودي لما كنت بقرا قران لامي وهي تعبانه، I was obsessing over it شويه. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. I read it like 7 times more، بحس رقم 7 بحب، يا 7 يا اكتر يعني. على اساس يا ربي أؤمر كن فيكون، خلي ماما تقوم من اللي هي فيه ده. والله يا والله يا ولاد، والله العظيم حبيبي يا رب، حبيبي يا رب، نفسي اني اموت واسجد تاني، اموت واسجد، ما بسجدش لسه. قامت الله اكبر، وعماله بقى بتمرح دلوقتي في كل حته. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. سبحان الله تدخل العليم، خلاص سيبها بقى لربك. اقرا، ثقف نفسك، اعمل اللي عليك، وعي بس، وانت بتوعي بشير ونذير، خلي بالك هنمسك حزب الشيطان، هيبقى هو ولي لينا، هتاخد على وشك. اوعى اوعى تخلي الناس دي ولي ليك، والله هتاخد على وشك وهتتذل، وهيتضرب عليك الذل والمسكنه تاني زي قوم موسى بزياده بقى. خلاص احنا عرفنا، سبحان الله سبحان الله، عرفنا هم عايزين ايه. نمسك احنا بقى حتة ايه. طب ايه اللي بيحصل في الشجر؟ ايه اللي حصل في الايدي العاملة في ايه اللي حصل؟ هم ليه موقفين الناس عن الشغل؟ إيه ليه قعدوا الناس في بيوت؟ طب هم بيصرفوا منين؟ طب الناس اللي بتطرد من بيوتها كل 3 شهور بيجي لها ايفكشن. بص، في فضايح بالهبل بالجملة، وانتوا تحبوا فضايح. وده الحرب، خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولك الحرب خدع. انت سيبك بقى من الحاجات اللي لا فكك، الحرب الاعلاميه بقى احنا هنركز بقى في الحته دي، هنركز هنا، هنركز في الاعلام والجو ده مهم قوي. وزير الخارجيه نفسه يعني خلى يعني بدا يعني يقول الموضوع بدا يبقى كده. هم بيلعبوا لعبه قذره، بيطلعوا فضايحك السوداء. كلنا عندنا فضايح، فعشان نقلل في الفضايح دي نتقي اللي احنا عشان ما حدش، عشان ربنا يستر علينا ويكرمنا ويرزقنا. وهم هيقعدوا يقولوا طب ما هم قال لك في الايه اهو، هتشفي الناس دول ازاي؟ هتطلع الناس دول من كورونا ازاي؟ كل ما يعملوا حركه سودة كده، والمصريين بالذات بيكتروا كل شويه، يكتروا ازاي؟ طب احنا هنخليهم جثث، نخلي الجيل الجديد اللي بيتولد ده ياكل ميه وحشه وشرب وحش، ويخليه مش فاهم ومش طايق قدامه، وينزل له ستروكس ونصايب سودة. قادر الواحد الاحد، الجماعه اللي قاعدين في الرهاب عشان يتعالجوا من المخدرات، قادر الواحد الاحد ان هو يحيينا تاني من اول وجديد، يحيي روحنا، يحيي نفسينا، يحيي الحب اللي في قلوبنا، يحيي الرحمه اللي في قلوبنا، يحيي الايمان اللي في صدورنا. قادر الواحد الاحد ان يقول قل فيكون، فانت تطلب منه بس اعمل وسيبها للخالق، وهو هيرد عليهم باياته. هم بينهم وبين نفسهم في سوره البقره، بينهم وبين نفسهم بيتخانقوا، مش حابين بعض، هم منظرهم بس كده على الملأ. ده في فرنسا يا راجل، ده انا جبت لك كام واحده اتحرش، كام واحده من الوزراء في الامم المتحده والناس دي اتحرشوا بيها واغتصبوها، وكل شويه مطالب جنسيه بينهم وبين بعض، متنقلين في 60 نيله. مش كريم، انت فاكر الامم المتحده ده المشهد قدامك، لكن هم مش متحده، هم ايه؟ مش متحدين، هم بس بيعملوا مصلحه كده. ف
دمتم يا رب في حب كده وسلام وخير وصحة ومعجزات بتحصل بيد الله. الآيات يعني معجزات، هو ما قالش من كلمة معجزة في القرآن. خلينا ناخد آيات، آيات الله بتحصل، الدعاء بيغير الأقدار، صلوا البعض، ادعوا البعض كتير. أجين أنا بآمن بصلاة الحاجة جدا، وبديت ياسين مسميها. I might أنشر كام حاجة قريتها أو الريتشولز اللي بعملها عشان خاطر لو حد تعبان محتاج يتعالج نفسيا، يعني يتعالج من حاجة، مريض، شخص مريض، شاب مريض، طفل مريض، اقري عليه القرآن، اقري عليه القرآن، والله القرآن فيه شفاء جميل. أنا أمي كانت ماسكة التليفون لمؤاخذة، ماما لو سامعاني الدواء ادوهولي والسكر وعمل وكل الأدوية كانت مش شغال. بس ما قالت لي سورة ياسين وقالت لي كل شوية اقري القرآن اقري القرآن بس، وفجأة حاجة حصلت وقمت. العلاج بالقرآن الكريم في حاجات كتير. اه ده احنا هنتكلم بقى عن العلم الحديث والطب الحديث في حلقات تانية. الطب بتاع 19 سنتري والساينتست بتوع فلوريدا واخواتي كل واحد فيهم دكتور في حتة، فبلم منهم معلومات كده بقى، ألم معلومات. والطب الإسلامي والحاجات دي كلها، والحمد لله بشعر يعني الأخوان ولا باكستان. يلا نتكلم تاني إن شاء الله في رعاية الله يا جماعة. سلام.